السلام عليكم مشاهدينا الكرام. قتل 15 جنديا من قوات التحالف والمقاومة الشعبية بثلاثة انفجارات استهدفت فندقا يقيم فيه أعضاء الحكومة اليمنية وموقعا عسكريا في عدن، في حين لم يصب أحد من أعضاء الحكومة بأذى حسب آخر المعلومات، فيما دوى انفجار ثالث بالقرب من مبنى سكني بمنطقة البريقة استهدف قيادة التحالف العربي الذي تقوده السعودية، وسط أنباء غير مؤكدة عن سقوط قتلى. وكان يعتقد وحسب تصريحات بعض المسؤولين أن القصف مصدره ميليشيات الحوثي، إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية وفي بيان بثه على تويتر أعلن مسؤوليته عن الهجومين في عدن واستهدافه للحكومة اليمنية والقوات الخليجية كما ذكر. وللتذكير فقط مشاهدين الكرام، فإن الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي سبق وأن أعلن عدن عاصمة مؤقتة بعد أن استعادتها القوات الموالية للحكومة. وفي المقابل مشاهدين الكرام، أحرزت المقاومة الشعبية تقدما كبيرا في مأرب وسط انهيار في صفوف ميليشيات الحوثي وقوات علي عبد الله صالح، وفر المتمردون من آخر معاقلهم وسط انهيار على جبهة فرضة نهم القريبة من صنعاء، وذلك وسط ضغط الذي قدمته المقاومة والتحالف العربي على الحوثيين هنالك. نحاول مشاهدينا الكرام فهم المشهد اليمني ومعرفة تفاصيل ما حدث، لكن بعد هذا التسجيل لجانب من المعارك، تابعوا. معنا في النقاش اليوم مشاهدينا الكرام علي المصفري المحلل السياسي اليمني، وكذلك محمد البخيتي عضو حزب أنصار الله من صنعاء. وأبدأ بضيفي في الاستوديو، أهلا وسهلا بك أستاذ علي المصفري. مصفري عفوا، لنبدأ من آخر ما وقع. العملية التي وقعت السادسة صباحا، الانفجارات الثلاث التي وقعت في مقر الحكومة والفندق الذي تقيم به قوات التحالف، ماذا فهمت من هذا التفجير ومن تبناه في النهاية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في اعتقادي أولا الحادثة لم تؤثر إطلاقا بذلك الصدى الذي يشيع عنه، حتى البلد في حرب الآن. صاروخ هنا، قنبلة هنا، انتحاري هناك، الأمر سهل جدا للغاية، خصوصا وأن الآن عدن أو مناطق شاسعة في الجنوب صارت محررة بفعل الصمود البطولي للمقاومة الجنوبية ومساعدة الأخوة في التحالف العربي، وطبعا الهزائم النكرة التي تكبدت هذه قوات المخلوع والحوثي في تلك المناطق ودحرهم وهزيمتهم من تلك المناطق، وخصوصا الآن في مأرب كما لاحظنا التقدم الغير عادي، إضافة أيضا الانتصارات الكبيرة العظيمة في باب المندب غرب الجنوب. يلاحظ في مأرب اليوم تقريبا انسحاب تقريبا كلي لميليشيات الحوثي بالضبط، وهناك أيضا الآن في صحوة واسعة جدا. في اعتقادي أنا يريد من يحاول بهذه الطريقة، وهو المتهم الأول المخلوع الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح، من استخدام ما يسمى بداعش الآن، لأنه قد استخدم القاعدة في وقت سابق واستخدم أنصار الشريعة في وقت آخر، وإمارة لو تذكري إمارة أبين، والآن القاعدة الحرس الجمهوري النخبة سبعة أروية خلعوا الميري في المكلا وساحل حضرموت وهم الآن هناك. هذا لكن هذا الحديث عن القاعدة الذي تبنى اليوم هو داعش، تنظيم الدولة الإسلامية، يعني وهذا التنظيم سبق وأن استهدف الحوثيين أيضا وفجر مساجد، يعني كيف نفهم هذا الاستهداف في الجانبي صراع؟ هذه هو داعش والقاعدة حرباء تتنقل باللسان علي عبد الله، بصورة علي عبد الله صالح. واحد اثنين، أيضا إعطاء مبرر للحوثي على أنهم يحاربون ضمن البرنامج الأمريكي كما شرحه أيضا الرئيس الأمريكي في حديث الأسبوع وخطاب الاتحاد، من أنه شريك، أن الحوثيين
حينه قبل حتى الحرب شريك رئيسي في مكافحة الإرهاب وخصوصا القاعدة. اليوم هذه المبررات أصبحت واضحة وأصبحت مفضوحة، كشف القناع عن كل شيء، أصبحت الحقيقة تتحرك بنفسها، وأصبح الناس الآن يعرفون من أقصى الجنوب إلى أقصى من أقصى الجنوب من شرقه إلى غربه، وحتى أيضا في الشمال حتى في صعدة نفسها، من أن هذه كلها ليست إلا أوهام. الآن الضيق اللي حصل، الحصار العنيف اللي حصل في الجنوب أولا بتحرير هذه المناطق، استكمال أيضا بقية المناطق كما ذكرت حضرتك في مأرب والجوف الآن، سنأتي في تفاصيل المقاومة في مأرب وبتعز. ولهذا الآن هذه اللي مستفيد منها حقيقة هو كيف يخلط الأوراق. هناك في عناصر أخرى أيضا تضررت بالإغاثات داخل عدن، لأنه إلى الآن لم يتم إيجاد تغيير في البنية الإدارية وأيضا في الانفراستراكشر في نظام الحكم داخل عدن والجنوب، لا زالوا هم نفس الأشخاص. هناك ألغام حول بحاح رئيس الوزراء. طيب سنعود لكل هذه التفاصيل، لنبقى في هذه الجزئية المتعلقة بالجهة التي تبنت هذا الهجوم. أعود إليك الأستاذ محمد البخيتي، كنتم قد نفيتم مسؤوليتكم على هذا الهجوم، يعني ما هي الدلالات وكيف تقرؤون؟ يعني ضيف هنا يتحدث يقول بطريقة أو بأخرى عندما نتحدث القاعدة أو عن داعش نحن نتحدث عن علي عبد الله صالح، ما رأيك في ذلك؟ لا بسم الله الرحيم، طبعا هذه مغالطة مكشوفة ولم تعد تنقل إلى على أحد، لأن حزب المؤتمر أعضاء حزب المؤتمر وقيادة وكذلك قال الله كانوا ولا زالوا هدفا تنظيم القاعدة وداعش، وقد أعلن أكثر قيادي أو من أكثر القياديين في القاعدة وهو جلال بالعيدي عن أن تنظيم القاعدة قاتل إلى جانب مرتزقة السعودية والإمارات في مختلف الجبهات. وما حصل اليوم في عدن هو يؤكد ما كنا نقول، لأن هناك قاعدة وداعش في الجنوب، وأننا قد ذهبنا إلى الجنوب من أجل القضاء على هذه التنظيم. طيب يا أستاذ بخيتي، فقط لنفهم جزئية قبل أن ننتقل للنقطة التي بعدها، سبق يعني وعبر هذا المنبر أن قلتم بأنه في الجنوب بأن الحكومة اتهمتم حزب الإصلاح بأنهم متحالفين مع قاعدة ومع داعش، وأنكم تريدون الذهاب من أجل تحرير المنطقة من القاعدة أو من هؤلاء الذين تصفون بالمتطرفين، يعني ها هم اليوم يستهدفون، والبعض يرى بأن هذا الاستهداف يقع لصالحكم، أليس كذلك؟ نعم، نحن حذرنا قوى السياسية الأخرى المتحالفة مع القاعدة وذلك هذه وبحاء من خطورة التعاون مع مثل هذه التنظيمات الإرهابية، لأن هذه التنظيمات لا أحد يستطيع أن يسيطر عليها. أمريكا قد دعمت هذه التنظيمات ولكنها انقلبت عليها، وكذلك حقوق يعني هذه أحزاب والآن هي انقلبت عليها بعض هذه الجماعات، هي جماعات سيف وتنقلب على حتى على من كذا. وما حصل اليوم في عدن ويؤكد ما كنا نحذر منه. والآن الغريب في عدن يقول قائل أن هذا يعني شيء طبيعي، هناك القاعدة وتنظيم داعش في صنعاء أو غيرها من المدن، يقول هذا شيء طبيعي وروتين. نحن نقول ما حصل في عدن ليس طبيعيا، لأن المحافظات الجنوبية حقيقة قد طحت في قبضة قاعدة وداعش، ولكن الآن القاعدة وداعش لم يتحركوا بالشكل الذي يوازي مقدار قوتهم، لأنهم يتحدثون عن معركة مؤجلة مع فصائل الحراك الجنوبي مع مرتزقة هادي. لكن هذا ينفي الادعاء، هذا ينفي قولكم بأن هؤلاء يقفون وموالين داعش أو القاعدة وغيرها، موالين للحكومة التي على هذا الأساس عاديتموها، أليس كذلك؟ أختي الفاضلة، الجميع في الجنوب القاعدة وداعش يتحدثون عن أن هناك أولوية وهي مواجهة أنصار الله، وبعد أن يقوموا بالدفاع على أنصار الله فإنهم سيتوجهون نحو فصائل الحراك ونحو قوات الإمارات والسعودية. هم يتحدثون عن معركة مؤجلة. أضف إلى ذلك أن مرتزقة السعودية في اليمن أيضا يتحدثون عن معركة مؤجلة مع داعش. فمثلا أحد القيادات المرتزقة وهو عيدروس الزبيدي تحدث بشكل واضح وصريح أن الهدف الأول الآن هو القضاء على الحوثيين بالتعاون مع الإمارات ومع السعودية، وبعد ذلك
سيواجهون القاعدة، أي أنهم الجميع يتحدث عن معركة مؤجلة، ولكن نحن نقول أنه لا أحد يستطيع أن يعني قوات المرتزقة أو السعودية لا تستطيع أن تتحكم بموعد هذه المعركة المؤجلة. طيب طيب عنها. طيب ابقى معي أستاذ البخيتي، أعود لك ضيف الاستوديو. يعني ما رأيك يعني بالأدلة ربما الذي ساقها حول معركة مؤجلة مع هؤلاء الذين يبدو أنهم استبقوا هذه المعركة من خلال تفجير اليوم؟ والله أنا أعتقد الأخوة في أنصار الله مصابين بالشيزوفرينيا، يتحدثون عن شيء ولكن يفعلون شيء آخر. وهم حليف استراتيجي مع علي عبد الله صالح، هم خسروا الآن في كل شيء. سؤال واحد، قالوا أن يحاربوا داعش والقاعدة، لماذا لم يذهبوا إلى القاعدة اللي أعلنت على سقوط المكلا وساحل حضرموت حينه قبل الحرب؟ لماذا ذهبوا إلى عدن؟ ولماذا هاجموا المحافظات الجنوبية الأخرى عندما وجدوا أنفسهم من أنه استطاعوا عبر قوات علي عبد الله صالح النخبة في الحرس الجمهوري من السهول بمكان السيطرة على هذه المناطق؟ فشلوا، هزموا. يتحدث الآن عن أن هناك مرتزقة للسعودية أو غير السعودية، هناك مقاومة جنوبية بطلة، هناك مقاومة شعبية هناك في المناطق الأخرى التي الآن تدحرهم من هذه المناطق وتحررها. هناك أيضا أفراد وقادة عسكريين منهم اللي ذكروا، يتحدث عن مرتزقة مثل اللواء عيدروس الزبيدي، واحد من أفضل من أنجبتهم الجنوب وأثبت بالميدان لأنه دحرهم وهزمهم في معقل دارهم هناك حتى أوصلهم إلى الحدود، حرر الضالع مع رفاقه مع ثلة من القادة هناك في مناطق الصبيحة الآن في قادة عسكريين. أثبتوا الجنوبيين من أنهم ليست حاضنة شعبية للأخوة في أنصار الله. أنصار الله ورقة حرقت، الآن لا يستطيعون أن يتحركون أكثر من تلك المناطق، وربما سعدة. وأنا أقول أن الأيام القليلة القادمة ستشهد مفاجآت سارة للأخوة هناك في اليمن، يعني في المناطق الشمالية، من أن حجم وقدرة الدفاعية لأنصار الله والمخلوع قد شلت نهائيا، لم يستطيعوا أن يهاجموا. هذه فقط ليس إلا عبارة عن خلط أوراق من أن هنالك إمكانية، من خلال ما لاحظنا أيضا بالبخرة أو الزورق الأخير الإيراني الذي حاول الدخول إلى المياه الإقليمية اليمنية من أجل تزويد الحوثيين وعلي عبد الله صالح بالأسلحة، وهي إضافة إلى جيهان واحد وجيهان اثنين في 2013 عندما تم الكشف عنهم والاستيلاء على الأسلحة تلك. أنا في اعتقادي الخلاصة الآن للمشهد، المشهد العسكري والأمني قبل السياسي، أتحدث من أن هنالك في الجنوب الآن مساحة واسعة للتحرك وإمكانية السيطرة، خصوصا إذا ما نظرنا للنتائج الإيجابية التي تحققت في عدن بالذات تحديدا، وأيضا الضالع، وأيضا جبهة الصبيحة والمناطق الأخرى في أبيان ومأرب اليوم، وستنتقل إلى الجوف قريبا وإلى شبوة وحضرموت. لكن وماذا عن تعز؟ تعز الآن هي في حلحلة واضحة. ما يمكن أن ينتج في الجنوب من عملية إسناد قوي لها، أنا في تقديري شو يمكن أيضا أن تحرك المقاومة الشعبية في تعز، وبالتالي تستطيع أن ترتفع إلى إمكانيات أخرى مضافة. لا أريد أن أتحدث عن الخطة العسكرية لكشفها الآن، ولكن هناك خطة عسكرية قادمة سوف يمكن أن تكون لها ضربات موقعة ونتائج إيجابية غير عادية، خصوصا إذا ما نظرنا الآن من أن الأخوة في المقاومة الجنوبية الآن ينسقون تنسيق كبير جدا مع الأخوة في التحالف، وبعد أن تم تسليم الملف الأمني والعسكري والإداري والمدني للأخوة أيضا في التحالف، وخصوصا الإمارات العربية المتحدة مشكورة داخل عدن، بدأوا يحققوا نتائج إيجابية، بدأت البلد تنهض، بدأ الاستقرار هذا يتحقق. الآن يريدون هذه الفرقعة، هي عبارة عن إيش؟ فرقع صابونة، فرقع ليس إلا لا يستطيعون. هذه الفرقعة لا تشتت الجهود، يعني هناك جبهة أخرى تفتح، يعني هي جبهة تنظيم الدولة الإسلامية. حتى رأينا مؤخرا في آخر إصدارات هذا التنظيم أبات الضيم، يعني هناك يعني عمليات تقام في عدن يعني وأبين، يعني إلى أي مدى ترى هذا عامل تشتيت الجهود؟ شوفي الأسئلة دي واضحة جدا، وحتى يعرفوها الأخوة في مجلس النواب اليمني سابقا، أنه قالوا أنه 60% من الأخوة اللي كانوا في إمارة الإسلامية في أبيان كانوا، تقرير للرفع لمجلس النواب، 60% عبارة عن إيش؟
ضباط من الحرس الجمهوري النخبة، جلال بالعيد تحدث عنه والآخرين، هو يعرف جيدا من أنه أين تم تدريبهم، والبخيتي يعرف أيضا من أن الصعدة في فترة من الفترات حتى الآن نعم. أثناء هذه الفترة هي تدرب عناصر القاعدة وعناصر داعش طيب. ولكن بهذه الأسماء، ولكن هم أساسا تابعين لي الحوثيين وتابعين للرئيس طيب لأحول هذه وجهة نظر لي ضيفي الحوثي، ما رأيك يعني هذه التهمة التي كل طرف يقذف بها إلى الآخر، كل طرف يقول أن الطرف الآخر هو الداعم هو الموجه، يعني لما تقع عمليات ضد الحوثيين يقولون بأن القوة الجهة الشرعية والموالية لعلي عبد الله لهذه هي من تمول القاعدة، وإذا وقع العكس كما وقع اليوم أيضا التهمة توجه كما كان يقول ضيفي لهؤلاء يدربون ويسلحون من يقومون بعمليات داخل عدن، يعني كيف نفهم في هذا المشهد؟ أولا من أفقد نظام إبراهيم الحمدي نعم ودفع علي عبد الله صالح السلطة وكذلك الإخوان المسلمين مثلين بلد الأحمر هي السعودية، وأمريكا كانت تعتبر أن علي عبد الله صالح وكذلك بريطانيا أنه أكثر شريك في مواجهة الإرهاب، وهو كان يتعاون مع الإرهاب. لا ننكر علي عبد الله صالح في السابق كان يتعاطى مع خطيب القاعدة وأمريكا، والآن حليفكم الاستراتيجي، والآن هو حليفكم، هذا ما قال ضيفي. نعم هو تعامل سابقا مع القاعدة. نعم تفضل أكمل فكرتك. نعم وهو كان يتعاون من أجل مواجهة أنصار الله، ونحن قضنا 6 حروب مع السلطة، وفي النهاية اعترفت الحكومة لأنها كانت مخطئة واعتذروا لأنصار الله بما في ذلك كل السياسيين الذين شاركوا في الحرب ضدنا، وكان هناك اتفاقية سلام. نحن الآن ملتزمين باتفاقية السلام، نحن ليس بالضرورة أن نتصادم مع علي صالح أو غيره، حتى أننا قد مدينا يد السلام لعلي محسن الأحمر وغيرهم من الشخصيات التي كنا على خلاف معهم وشاركوا في الحروب الست، ولكنهم رفضوا ذلك. هل نفهم من هذا بأنه اتفاق مع صالح هو مؤقت فقط؟ لا في الفاضل، نحن الآن مع حزب المؤتمر، الحزب المؤتمر وقف ضد العدوان، يعني والسعودية قد حاولت أن تضغط على علي صالح من أجل أن تعلن الحرب على أنصار، لكنه رفض، بعد ذلك استهدفته، وبالتالي نحن مع الكثير من القوى السياسية في اليمن الآن في خندق واحد لمواجهة هذا العدوان ومن ضمنها المؤتمر. هذا الشرف للمؤتمر، شرف كل قوة تقف الآن ضد العدوان، ومن يتحدث عنهم عن المقاومة هي ليست مقاومة، تلك مجاميع مرتزقة، لأن المقاومة قد عذرا البخيت يعني قد يشرفه كما قلت الوقوف ضد ما سميته إعدوان، ولقد أعتقد لا يشرف أن يكون أن يضع يده في يد القاعدة التي تقوم بهجمات هنا وهناك، أليس كذلك؟ أولا أختي الفاضلة، الآن علي الحزب المؤتمر وعلي عبد الله صالح الآن قد أصبح هدف تنظيم القاعدة وكذلك أنصار الله وأيضا الآن تنظيم داعش هو سيستهدف الجميع، ونحن قد حذرنا من ذلك. نحن لا نقول أن تنظيم داعش فقط يستهدف أنصار الله أو حزب المؤتمر، تنظيم القاعدة وكذلك داعش سيستهدفون جميع القوى السياسية اليمنية وكذلك حتى المرتزقة، نحن لا ننكر ذلك، ولكن من وفر لهم الدعم؟ أيضا الأخ الآن يتحدث يقول عن مقاومة، عن أي مقاومة؟ اللي طردتك من عدن والجنوب، لكنها تنتصر الآن عذرا ضيفي، لكن المقاومة تنتصر الآن، هذا ما كنت أريد النقاش معك، يعني مأرب اليوم تقريبا انتصار كبير يحقق، والكثير من أنصار وميليشيات الحوثي يخرجون من مأرب اليوم باتجاه صنعاء. أخت الفاضلة، هذا موضوع من يحقق انتصار، نحن الآن نتحدث عن المرتزقة ويقول المقاومة، أي مقاومة؟ المقاومة تقاتل ضد المحتل، أنتم تقاتلون إلى جانبه، المقاومة تسعى لاستقلال وسيادة بلدها، وأنتم تسعون لوضع اليمن تحت الوصاية الدولية، المقاومة طاهرة وأنتم تدنسون كلمة المقاومة، إذن عن أي مقاومة تتحدثون؟ أنا أتحدث عن لو سمحتي المقاومة تحدث نعم. أنا أتحدث عن المقاومة التي طردتك من الجنوب، أنت كغازي، الأخوة من التحالف العربي جاءوا لمساعدة أخوانهم في اليمن من أجل طردكم أنتم، ومن أجل أنكم ميليشيا لا تمتلكون أي حق إطلاقا، لا حق دستوري ولا حق شرعي ولا حق إخلاقي حتى. طيب أستاذ علي، لنعطيه الفرصة حتى يكمل فكرته، تفضل أستاذ بخيتي. نعم نحن نستمع إليك. لا مقاطعة ولا يقاطعني، قضية الاحتلال سينتهي، لا يوجد احتلال مستمر، حتى وأنتم تنسحبون يعني من المحافظة والأخرى، وأن يخرج تركيا وسيخرج المحتلين الجدد،
والشعب اليمني شعب شجاع، شعب باسل لا يمكن أن يقبل بالاحتلال. الاحتلال هذا سينتهي هنا وهناك. صحيح أن هذا الاحتلال والغزاة قد حققوا بعض التقدم في بعض المحافظات، ولكن في المقابل الجيش اليمني وكذلك اللجان الشعبية يحققون تقدما في عمق الأراضي السعودية. طيب لنعود لهذه النقطة، ربما في كل نقاش وفي كل حلقاتنا حول هذا الملف اليمن تثار هذه النقطة، من هي الجهة الشرعية ومن الجهة التي تمثل اليمن، لكن أريد أن أتجاوز إلى نقطة أخرى الحديث على المستجدات. ربما أعود إلى ضيفي من عدن مباشرة علي الأحمدي الناطق باسم المقاومة الشعبية في الجنوب. أهلا وسهلا بك الأستاذ علي الأحمدي. يعني ما وقع مؤخرا هذا الانفجار الذي استهدف أو التفخيخ الذي استهدف قوات التحالف وكذلك فندق القصر، يعني ماذا يعكس بالنسبة لكم، وهل يؤدي ربما هذا إلى عودة الحكومة إلى الرياض من جديد؟ مساء الخير أختي الكريمة لكم والسادة المشاهدين والضيوف. بالنسبة لما جرى اليوم، مدينة عدن والانتصار العظيم الذي تحقق على ثراها الطيب الطاهر وتطهير هذه المدينة من رجس واعتداء الميليشيات العاصمة، هذا النصر العظيم لا هو يسر كل صديق وكل محب. أما الأعداء الذين يتربصون بعدن وباليمن لا شك أنه يحرقهم هذا النصر وينجون التقليل من شأنه، وشاهد الفرحة التي بدأت تتوالى وتتسلسل في مأرب، في باب المندب، في غيرها من المناطق التي تشهد انتفاضات للمقاومة، فأرادوا تعطيل هذه التفكيك وزعزعة ثقة ناس أن الحكومة ستغادر بمجرد حصول بعض العمليات التخريبية. الجهات التي تقف وراء مثل هذا الحادث هي اتحدت في نفس الهدف، الحوثيين والمخلوع الأزرق صالح يسعون بكل قوتهم لزعزعة الوضع والاستقرار في عدن وغير عدن. أيضا الجماعات الإرهابية التي طالما تغنى الحوثيون أنهم على عداء وأنهم يريدون الوصول إلى عدن لمحاربتها، هذه الجماعات المتطرفة تتفق الآن مع الحوثيين في نفس الهدف ويتجهون إلى نفس الصوبة زعزعة الأمن والاستقرار ويعني إدخال اليمن في تون الفوضى والدمار والتخريب. هذا الحادث لن يفوت في عضد المقاومة، لن نحن نترحم على شهداء اليمن من أفراد المقاومة وإخواننا من التحالف الذين قدموا دماءهم، امتزج الدم العربي في عدن ومأرب. أستاذ علي الأحمدي، ربما المشاهد أيضا يتساءل، يعني هذه المناطق من المفروض تكون مناطق محصنة، يعني كيف تم الوصول إليها واستهدافها بهذه الطريقة؟ هناك إشكالية نعيشها في عدن أن نحتاج إلى فترة أطول يعني تدريب المقاومة وإدماجها في الأجهزة الأمنية. المقاومة كما تعرفون التي لقنت الحوثي والمخلوع درسا عظيما هي مقاومة مدنية ليست لها خبرة عسكرية، بالإضافة إلى أن مدينة عدن وقعت تحت تهميش طوال 20 سنة بحكم على عدن الصح أفرغ الجهاز الأمني من الكوادر الجنوبية، فنعيش نقص في الجانب المختصة. الشباب المقاومة منتشرون انتشار كبير في مختلف المناطق، لكن مثل هذه العمليات الإرهابية التخريبية تحتاج إلى عناصر احترافية تستطيع التنبؤ بوقوع مثل هذه الحوادث وتفاديها. رغم ذلك أيضا الحادث نؤكد أن الحادث الذي وقع في ثلاث مواقع، موقعين لم يتمكن من الدخول إلى الداخل لأنه كان التفجير عند البوابات لم يستطيع الدخول، هو مقر السكن الذي يتوجه فيه الهلال الأحمر هو المكان الوحيد الذي دخل إليه المخربون وأحدثوا الأكبر ضرر ممكن. لكن بعد هذه العملية سيكون لها ما بعدها، الحكومة ستعزز من جهودها، المقاومة ستعزز من شارها. هناك أيضا جانب أمني
حصل ربما يعني يحتاج إلى مزيد من التسريع في الإجراءات تأهيل الكوادر. سأعود إلى هذه التفاصيل أحمد علي أحمد، سأعود إلى هذه التفاصيل في الحديث عن الخطوة المقبلة بالنسبة للمقاومة، لكن في نفس المجال الذي كنت تتحدث عليه دعني أعود لضيفي هنا في الاستوديو. تحدث على أنه في المرحلة القادمة فيها تحديات، يعني ربما ليس من جانب الميليشيات الحوثي وعلي عبد الله صالح، لكن أيضا من هذه التفجيرات التي قد تستهدف أماكن حيوية. يعني في رأيك أنت ربما داخل عدن الحكومة يعني كان إنجاز كبير بالنسبة للشرعية أن تعود إلى عدن الحكومة ورئيس الجمهورية، الآن في رأيك أنت هذه الخطوة التي ما وقع اليوم، يعني هل يمكن يعود الأمور إلى الوراء؟ لا لا، بالعكس بالعكس، أنا أعتبر هذه عبارة عن أشياء بسيطة جدا وسهلة، لكنها مهمة في حاجة واحدة بس. نعم. أنه الناس لابد يعيدوا خطوتين إلى الخلف لمراجعة الملفات الأمنية، الحزام الأمني حول عدن اللي كان متفق عليه ما بين المقاومة الجنوبية وما بين أيضا حتى الشرعية وما بين التحالف، عليهم الآن أن يفتحوا هذا الملف أولا، عليهم أن يذهبوا أيضا إلى قضية أخرى مهمة جدا في تعميم نموذج التجربة في محافظة في مديرية الضالع، وتأسيسا على ذلك يمكن الانطلاق لإمكانية أيضا ردم الاختلالات أو الفجوات الأمنية التي موجودة هنا، ومن السهول بمكان تطبيق ذلك بكل سهولة إذا تم تطبيق الحزام الأمني، أولا بمنع كل العناصر المشبوهة من وإلى من ما كان يسمى بالحدود إلى المناطق الجنوبية، ولو حتى لفترة زمنية معينة حتى يتم تنظيم هذه الأمور بشكل مدني مدروس. الجانب الثاني أيضا أن البياعون المتجولون أصحاب البسطات داخل عدن ويعرفوهم الشباب ويعرفون المقاومة حتى الجنوبية ويعرفون أيضا حتى أن هناك في منطقتين، منطقة المدينة الخضراء يعرفها الأخ الأحمدي، وإنما المنطقة هذه اللي تم التفجيرات فيها أنا كنت وأنا طالب حين في الثانوية أمشيها على قدمي وأعرفها بالضبط شبر شبر، فبالتالي هي منطقة مفتوحة، لماذا ذهبوا إلى هذه المناطق المفتوحة في ظل مرحلة الحرب بينما هنالك الجزر سهلة؟ وإضافة إذن إلى ذلك أنه لم يتم تمشيط كل المناطق تلك المشبوهة والملغومة الموجودة خصوصا في مديرية الشعب والبريقة عدن الصغرى وأيضا المنصورة وجزء من دار سعد، إضافة إلى أن هنالك في مجاميع أخرى موجودة في المناطق المحيطة. بالتالي أنا في تقديري إذا استطعنا أن نحكم الخطة الأمنية بإحكام القبضة الأمنية بالتنسيق ما بين المقاومة الجنوبية والأخوة في قيادة التحالف، وتحديدا أقول وأوجه هذا الخطاب للأخوة في الإمارات العربية المتحدة، من أنهم يتداركوا شيئين، الشيء الأول أنهم يستوعبوا من أن هنالك ألغام حتى موجودة في محيط الأخ بحاح والرئيس هادي، اثنين من أن الأجهزة الأمنية لا زالت أيضا ليست تلك الأجهزة الأمنية المرغوب بها أو الممكن، لابد من إعادة النظر في هذه الخارطة الأمنية، ثلاثة والمهم هذا الأهم من ذلك لابد من استفادة من الدروس هذه كلها ابتداء من صافر واليوم. أنا في اعتقادي هذه الحوادث ليست مؤثرة إلى الدرجة ديك، بالعكس هي أثبتت أنها عبارة عن محطة ليقظة أمنية قوية جدا يمكن أن تؤثر في مسار الأحداث وقلب المعادلات الأمنية والعسكرية التي يمكن أن تؤدي إلى فرض معادلة سياسية أخرى تلزم الميليشيات من التراجع عن كل أهدافها ومشاريعها سواء الإقليمية أو المحلية. الحكومة نجت اليوم من هذا التفجير ولم يصب أي من طاقم في معلومات أنا عندي معلومات شبه مؤكدة من أنه كان هنالك في دراية من أنه يتم استهدافه، حتى ربما أيضا رئيس الحكومة لم يكن متواجد، وأيضا بعضهم الوزراء غير موجودين. نعم. ولهذا حتى الضحايا كانت بسيطة، في موجود الآن حزمة من الإجراءات الأمنية وهم كانوا يدركون من أنه سوف تحدث مثل هذه الحوادث، وبالتالي كانت الخسائر بسيطة. لهذا أنا في تقديري هذا مؤشر مهم جدا في كيف أنه يتم استكمال الخطة الأمنية وبالتالي استطاعت الوصول إلى تأمين أولا عدن ثم المناطق المحررة واستكمال المناطق التي لم تحرر بعد، وبالتالي الذهاب بعيدا إلى العمق الاستراتيجي لمساعدة الأخوة المقاومة الشعبية ابتداء من تعز مأرب الجوف والبيضة سنعود لهذه التفاصيل في تعز وحديدة ومن ثم صنعاء وسعدة، وبالتالي تحرير هذه المناطق وإقامة الدولة المدنية المؤسساتية هناك
وايضا ارضاء الاخوه في الجنوب. ساعود لهذه التفاصيل المتعلقه بتعز ومأرب وكذلك وصولا الى صنعاء، لكن قبل ذلك اعود الى ضيفي محمد البخيتي. قبل قليل قلت بانه هذا التنظيم داعش او القاعده، او قلت انه عدو مشترك، وربما ما يقع من احداث يثبت بانه عدو للطرفين، وقلت يعني كما هو عدو لنا هو عدو لهم ايضا، ويستهدفهم كما يستهدفنا. يعني هذا اليس مؤشر ربما يجعلكم تعودوا، يعني خاصه بالنظر للانسحابات من الكثير من المحافظات، يعني الانتصارات التي حققتها المقاومة، ألا يقودكم بالنهاية إلى حل سياسي يسوي الوضع في اليمن؟ نحن نقول أن تنظيم داعش وكذلك القاعدة هو وحش يهدد كيان الأمة الإسلامية والعرب، ولذلك نحن لدينا موقف واضح من مثل هذا التنظيم. لكن المشكلة في الأطراف الأخرى التي تتعاون مع هذا هذا. لكن كيف تتعاون وهي تستهدف يا أستاذ؟ يعني ما وقع اليوم هو أكبر دليل بأن هؤلاء أيضا يستهدفون ربما أكثر مما استهدفتم أنتم منهم. يعني كيف يمكن أن نقول كلمة تعاون؟ يعني كيف تصح هذه الكلمة؟ نعم. أخي الفاضل. تفضل. نحن هم يحاولون توظيف يتعاونون مع مثل هذه التنظيمات لمحاربتنا. نحن لا نفعل لا نقوم بالمثل. أما قضية تصادم تنظيم داعش أو القاعدة مع بقية الأطراف هذا شيء طبيعي، لأنهم يريدون بناء دولة لها لا تتفق لا مع فكر السعودية ولا الإمارات ولا مرتزقتها في اليمن، ولكن هم يستخدموهم، وهذا 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 شيء غير أخلاقي. عندما مثل ما أمريكا وظفت المجاهدين. طيب البخيتي، في هذا الصدد أسأل، يعني أليس محاربتكم للشرعية في اليمن هي من عززت من مكانة هؤلاء وأعطتهم الفرصة ربما ليكونوا بشكل يعني أكثر نشاطا؟ يعني لو كانت الموجودة الدولة الشرعية ولم يكن هذا الحرب على اليمن، ألم يكن هناك نوع من الاتحاد من أجل مجاهبة هذا العدو ما تراه أنت مشترك لكم جميعا؟ أقول بعض الشرعية هي تتمثل في التوافق السياسي، وهذه هي الشرعية الوحيدة في اليمن. هادي انتهت مدته وقدم استقالته، وايضا هو قد يعني وفق الدستور والقوانين اليمنيه هو يعتبر خائن، وحتى وفق القوانين حتى لو ان هادي لم يخون شعبه وبقي في اليمن خارج اليمن 60 يوما فانها تسقط شرعيته بموجب الدستور. هذا من ناحيه، من ناحيه ثانيه في الفاضله، ما حدث اليوم في عدن قد يحصل في أي مكان آخر. نعم. يعني ممكن هناك هجمات لداعش في صنعاء، في حتى تحصل هجمات لداعش في فرنسا. لكن الغريب في عدن، يعني أو يعني عندما يحصل مثلا هجوم لتنظيم داعش في صنعاء فإنه يهرب، لكن الذي حصل في عدن أنه عندما قام بهذا الهجوم فإنما يسمى بالحكومة والدولة هي التي هربت. صحح، ومن يقولون عنهم وزراء وهم غير، وهم نعتبرهم غير، ليسوا وزراء شرعيين، هربوا معه، لكنهم موجودون الآن. الدولة تهرب من مجرد هجوم. ماذا يعني ذلك أخي الفاضل؟ ماذا يعني ذلك؟ يعني ما نؤكد عليه ونقوله هو أن عدن هي في قبضة داعش والقاعدة، لذلك تأخر عودة هادي لم يبقى إلا أيام في عدن وهرب، بحث في بندق، وعندما تعرض للهجوم هرب من عدن. إذن أي دولة، لكن هجوم يعني من طرفكم أنتم، ربما أنتم من احتللتم المحافظة تلو الأخرى يا أستاذ بخيتي. يعني دخلتم يعني من عمران نزلتم إلى صنعاء ثم إلى عدن إلى تعز إلى باقي المحافظات، يعني ماذا كنتم تنتظرون يعني من هذا؟ من يعني أنت الآن تتحدث وقلت أنهم هربوا، يعني هروبهم كان نتيجة لتصعيدكم أنتم ودخولكم على كل المحافظات. شوف، أي عمل، أي نظام أو أي سلطة في أي دولة لابد وأن تقوم على أساس التوازنات الداخلية. طيب. أي سلطة في العالم تستمد شرعيتها من الداخل وليس من الخارج. فإذا كان هادي لم يعد يجد له أي موقع قدم في اليمن، لا في صنعاء ولا في عدن ولا في تعز ولا في المكلا التي يعترف الأخ أنها تحت سيطرة القاعدة، إذن عن أي شرعية يتكلم؟ أي شرعية أو أي حكومة شرعية أو أي سلطة شرعية في اليمن ينبغي أن تقوم على أساس التوازنات الداخلية والعوامل الداخلية. لاحظينا أن في عدن المحافظ السابق لعدن ماذا قال؟ قال أن هناك لواء عسكري سعودي ولواء عسكري إماراتي يحمون عدن من الخارج، وعندما عاد بحاه عاد تحت حماية المحتل وتحت حماية الغزاة وكذلك هادي، ولكن رغم ذلك
من أول هجوم يفرون. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن تنظيم القاعدة وداعش يسيطرون على عدن وعلى كل الجنوب. طيب طيب هذا يرد علي، هذا ربما سؤالك هذا يرد علي ضيفي علي الأحمد الناطق باسم المقاومة الشعبية الجنوبية، ما هو ردك على ما كان يذكره الأستاذ محمد البخيتي الأخ علي؟ أختي الكريمة، طوال 5 أشهر من العدوان والإجرام والقصف على المدنيين الذي مارسه جماعة الأخ محمد البخيتي في عدن، لم يكتشفوا أي شخص ينتمي إلى هذه التنظيمات الإرهابية. يوجد لديهم في صنعاء في السجن المركزي وغيره أكثر من 900 مختطف ومعتقل من أبناء عدن ولاحق المناطق الموازية والمناطق المجاورة. هل استطاعوا أن يظهروا أحد من هؤلاء في التلفزيون ليقول أنه ينتمي إلى تنظيم إرهابي أو ما شابه ذلك؟ إن كان حقا هناك في تلك الفترة شيء من هذا، ما جرى اليوم عملية إرهابية تبنتها مثلا تنظيم داعش أو غيره من هذا الأمور. هذه الأمور حدثت في هذه الأيام بعد أن أفلت على عبد الله صالح واستنفذ جميع الأدوات والإمكانيات التي لديه، بقي عنده أن ينفذ عمليات تخريبية وتفجيرية. يعني كما تعلمون أن الانتحاريين في أرقى الدول في العالم وأشدها أمنا وإجراءات أمنية، يصعب التنبؤ يعني أماكن التي يستهدفونها أو كذا. وأيضا رغم الذي حصل من يعني تفكك الأجهزة الدولة، إلا أن المقاومة سدت هذا القرار ولم تحصل إلى وتم تخفيف الأضرار التي كانت تتوقع هذا اليوم. لا هذه التحرك الذي حصل في هذا اليوم هو لا شك أنه من الأوراق التي يلعب بها علي عبد الله صالح وحلفاء الحوثيون، وإلا لرأينا داعش كما يقولون في تلك الفترة عدم أبنائها المقاومون من مختلف يعني طبقات الشعب ومكوناته السياسية الحراك الجنوبية. طيب شكرا لك علي الأحمدي، يعني واعتذر جدا منك لرداءة الصوت من المصدر، وفعلا الاتصالات باليمن نظرا للظروف التي تمر بها في غالب الأحيان تكون رديئة. شكرا جزيلا لك الناطق باسم المقاومة الشعبية الجنوبية. أعود إليك ضيفي، يعني كانت لديك الكثير من التفاصيل حول المشهد الميداني، وقلت أنك لا تريد أن تقول الخطة الحربية المقبلة، لكن المشاهد يريد أن يتساءل أيضا. يعني مدينة تعز طرحت الكثير من الأسئلة، يعني المدينة بستة مليون كثافة سكانية، مدينة يعني هي تعتبر الواجهة بالنسبة لعدن وهي مفروض حزام الحماية بالنسبة لعدن، لماذا هناك تأخر على هذه الجبهة بينما الجبهات الأخرى هناك تقدم مثل مأرب؟ لا هو العملية ليس تأخر، ولكن في خطة مدروسة، يعني مدروسة بثبوت بثبات بفهم بدراسة حتى أيضا الحاضنة الاجتماعية النفسية ليس العسكرية فقط. هناك جملة من أو حزمة من الإجراءات يتم دراستها حتى اللحظة، ولو لاحظت حتى التأخر اللي صار في مأرب كان أيضا لعملية دراسة غير عادية، كان بشكل تدريجي، واستطاعوا يحققوا الآن نتائج الإيجابية بشكل ملموس على الأرض كما حدث أيضا في باب المندب. الآن لماذا نقول نحن أيضا حتى في تعز؟ تعز أنا في اعتقادي هناك في خطوات قادمة وسوف تكون قريبة جدا إن شاء الله، ولكن أنا في تقديري حتى مع الذهاب إلى تعز لابد أيضا من تقوية وتثبيت الأمن في المناطق المحررة، وأعتقد الرسالة وصلت للأخوة في التحالف وحتى المقاومة الجنوبية، ما فيها حتى البحاح وهادي يدركون جيدا من أنه الحاضنة الشعبية حقيقة الواحد يعترف بها الأمانة من أنه الموجود الآن في كل مناطق الجنوب استطاعت أن تقول مرحبا واستطاعت أن تشارك، والدليل هذه الانتصارات. الآن الحاضنة الاجتماعية الأخرى الموجودة في تعز بدأت تتحرك، بدأت تستوعب أيضا معطيات الواقع، بدأت تنهض. وأنا في اعتقادي أيضا الحديث الذي يتحدث عنه الأخ علي محمد البخيتي للأسف الشديد يريد أن يخلط الأوراق، تارة يتحدث عن القاعدة أنه مستهدف ولم يدري من أنه السيارتين اللي يذهبوا داخل صنعاء باسم داعش هم من نفس المصدر، مطبخ علي عبد الله صالح
وهم يدركون ذاتهم حتى بس فقط لخلط الأوراق وأيضا تميع المشهد وتسويفه. واحدة من السيارة تذهب إلى المسجد السني الشافعي والسيارة الأخرى تذهب إلى المسجد الحوثي الشيعي كما يقال بين هلالين الحسيني إلى آخر. وهم يدركوا من أن القاعدة لماذا لم توجد ولا أيضا حتى الداعش إلا في الجنوب. لحظة، في الجنوب يقول أنه في حضرموت. حضرموت الآن في خطة أمنية عسكرية مطروحة لهذا الموضوع، وسوف تسمعون قريبا من أنه كل الجيوب ما تبقى، أنا ما قلت جيوب إنما كانت الخلايا النائمة داخل عدن، وهم يعرفهم الأخ محمد البخيتم أنهم بقايا من الحوث وبقايا من المخلوع موجودين في مناطق مختلفة. وحتى المكلة؟ المكلة طبعا هم. والسؤال الثاني، لماذا لم يذهبون إلى المكلة؟ لماذا لم يذهبوا؟ هم سألوكم لماذا لم تذهبوا للمكلة وللشبوة وحضرموت لتحريرها من هؤلاء؟ في الآن أنا كل يعني كل طرف يلقب اللائمة على الآخر. نعم، السبب الرئيسي الآن أن المقاومة الجنوبية كانت حينها غير مسلحة. نعم، حقيقة، وكان تسليحها حتى غير بذاك النوعية. الآن ستشاهدين على مدى المنظور في هناك خطة أمنية عسكرية سوف يتم تنفيذها قريبا لتحرير بقية مناطق الجنوب. واستوعبوا الأخوة في التحالف جيدا من أن تحرير المناطق الجنوبية هو حماية للظهر، بحيث أنه يكون في إسناد قوي لإمكانية دعر هذه الميليشيات. وبالتالي الأخ محمد البخيتي يعرف جيدا من أنه عملية سقوط صنعاء أو عادة تحرير صنعاء مرة أخرى وحتى ما فيها صعدة هي مسألة ليس إلا وقت. الآن هم محاصرين ومخنوقين من كل الجوانب الأمنية العسكرية السياسية الدبلوماسية الاقتصادية، وحتى الحاضنة الاجتماعية الآن أصبحوا الناس يكرهون في كل منطقة. طيب يعتبرون في الجنوب غزاة، يعتبرون في الجنوب غزاة ودحرون طردوهم. طيب، وفي المناطق الشمالية يعتبرون أنهم سبب في هذه الكارثة. طيب طيب أعود إلى بخيتي، عذرا ضيفي هنا أستاذ محمد البخيتي وعذرا ربما على الإطالة. كما كان يسر الضيف، يعني أنتم تخسرون على الأرض، يعني خسرتم باب المندب، مأرب تقريبا كلها تم انسحاب الحوثيين منها، خسرتم عدن، مناطق كثيرة، يعني ما هو المنتظر منكم لتقوموا به؟ طيب نحن عندما ننظر إلى خارطة اليمن نجد أن هناك 10 دول مشاركة في هذا العدوان. السعودية والإمارات تستخدم كل طاقتها العسكرية في هذا العدوان برا وبحرا وجوا، بالإضافة إلى الحصار المفروض على اليمن. نعم، وأيضا هي متحالفة مع القوى المتطرفة داخل اليمن ومع الأخوان المسلمين ومع السلفيين ومع المرتزقة، حيث يستغلون حالة الشعب الاقتصادية الصعبة لتجنيد الكثير من المرتزقة. ومع ذلك لا زال الشعب صامدا. أستاذ محمد البخيتي، عندما نتحدث عن الشعب شيء، وعندما نتحدث على ميليشيات الحوثي وعلي عبد الله صالح شيء آخر. أنت دائما تتحدث باسم الشعب، يعني كل جهات تتحدث وتقاوم باسم الشعب. أنا أريد الحديث عن ميليشيات الحوثي الآن تتراجع، يعني ما هي خططكم المقبلة على الأرض؟ هناك تراجع ملموس، خسرتم الكثير من المناطق. من يحق له أن يتحدث باسم الشعب؟ من يأتي مع 10 دول؟ طيب لنضع الشعب على حدة ونتحدث على المعطيات على الأرض. نعم، دعيني أكمل أختي الفاضل. ماذا يعني ذلك؟ ماذا يعني هذا الصمود؟ يعني أنه هناك إرادة شعبية ضد هذا العدوان وضد المتعاونين معه، ولا كيف نفسر كل هذا الصمود؟ أنت تتحدثين الآن عن توقل للغزاة والمحتلين وهو متواجد، لا أحد يستطيع أن ينكر أن وجود قوات سعودية وإماراتية في الداخل. من السبب؟ طيب في مقابل ذلك الجيش اليمني واللجان الشعبية يحرزون تقدما في الحدود السعودية. كيف؟ في 3 محافظات. طيب إذا ماذا يعني ذلك؟ معنى يعني ذلك أن هناك في الحدود السعودية. أتقصد المناطق اليمنية أو مناطق السعودية؟ المناطق محافظة جيزان ومحافظة محافظة جيزان وعسير ونجران، والتي هي تعتبر يمنية، ولكن في فترة من الفترات كان حاكمها الإدريسي فسلمها للسعودية وفرض.
إلى المغرب. لكن بهذه الطريقة أنت تتحدث أستاذ بخيتي، معذرة فقط لتصل فكرة كاملة للمشاهدين، تتحدث بأن التحالف هم غزاة، ولكن في المقابل تتحدث بأنكم تقدمتم في مناطق اللي هي بالأصل سعودية، أليس هذا أيضا غزو أو احتلال؟ طبعا عندما نحن لنا الحق، عندما يقوم عندما تقوم السعودية بغزو بلادنا فمن حقنا أن نبادلها بالمثل. هذا يعتبر عملية دفاعية، وهذا التقدم سيجبر السعودية في النهاية على الانسحاب في اليمن. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، عندما يقولون أن هذه القوات الغازية جاءت للدعم الشرعي، طيب الآن في الجنوب وفي المناطق التي تتواجد فيها القوات الغازية لا نرى إلا علم الإمارات أو علم السعودية، وفي المحافظات الجنوبية نرى علم السعودية وعلم الإمارات وعلم الانفصال. أين علم اليمن؟ حتى أن بحاح نفسه كذا نشر صورة له قريب من باب المندب وبوجود علم الانفصال. طيب لم تجب لي بعد على السؤال، يعني بغض النظر على هذه التفاصيل وعن الأعلام وعن الصور، نحن نتحدث عنكم، ما هي خطتكم المستقبلية؟ أنتم يعني الحوثيين وتقاتلون إلى جانب قوات علي عبد الله صالح، يعني الآن تنحصرون على الأرض، واقع المعركة يقول بأنكم تنحصرون، ما هي خطتكم؟ ماذا تفعلون في المستقبل؟ هل تلجؤون إلى الحلول السياسية وتسوية سياسية للوضع أم ستواصلون يعني والمعركة هي التي تحسم؟ ومن قال أننا ننحصر؟ هناك كلما تقدمت القوات الغازية هناك أيضا تقدم للجيش اليمني واللجان الشعبية في عمق الأراضي السعودية. إذن هناك هناك توقل من قبل الغزاة وهناك توقل مقابل من قبل الجيش واللجان الشعبية، وأنا أجبت عن هذا السؤال. وهناك أيضا خسائر يتكبدها هذا العدوان، وخطتنا هي الصمود في وجه هذا العدوان، وهذا العدوان هو يواجه إرادة شعب ثائر ولا يمكن كسر إرادة شعب ثائر. شكرا، انتهى الوقت، عذرا منك أستاذ محمد البخيتي عضو حزب أنصار الله كنت معنا من صنعاء. بهذه التفاصيل أعود إليك ضيفي في الاستوديو على لديك تعقيب والحديث أيضا عن المستقبل، عن الخطة ربما بالنسبة للمقاومة الشعبية والتحالف العربي في هذا المجال. حقيقة الأمر لاحظت من خلال حديث الأخ محمد البخيتي، نعم يتحدث عن تقدم في جزائر، هذا كل أهل الأغراض الإعلامية على الأرض، كل هذا كلام صحيح. اللي حاصل هناك في خسائر كبيرة جدا تكبدوها الحوثيين وقوات المخلوع، والنتائج واضحة، يعني نحن على تواصل مستمر أيضا بالمقاومة وحتى الأخوة في التحالف، ولدينا معلومات كافية حول الموضوع هذا. هم في المناطق المحادية للسعودية موضوعهم انتهى نهائيا، في المناطق الجنوبية انتهى نهائيا، جيوب ليس إلا مسألة وقت. في مسألة تعز الآن هم قرونهم قد تكسرت وتلخلخت تماما، مسألة وقت أيضا. أنا في اعتقاد أنت تقول عامل وقت مسألة وقت يعني، لكن المشاهد يتساءل كم هذا الوقت؟ لا يعني لدينا أكثر من 6 شهور منذ بدأ قصف التحالف. لاحظي أنا أقول لك، شوف في الجنوب، شوف الجنوب في خلال أسابيع، صح؟ نعم، حتى كانت مفاجأة. لماذا السبب؟ السبب أنه في إرادة سياسية هو اللي يقول عليها، ما لم يقبلون الغزاة هؤلاء لأنهم لا عندهم أي شرعية، مخلوع أنت خلعوه من الحكم، وهم أيضا ميليشيا جاءهم من مران قال أنه يعني كانوا يحاربوا القاعدة وإلى آخر، الآن هم القاعدة أساسا، أصبحوا مع المخلوع يعني مع الشيطان، مع الأفعى اللي كان يرقص فوق رأس الثعابين كما يقال، نفسه اعترف علي عبد الله صالح، أصبحوا جزء من البلوى، من المحنة الإنسانية والكارثية وحتى العسكرية والأمنية وحتى السياسية، ويهددون مستقبل المنطقة بكلها. الأخ البخيتي يدري جيدا من أنه يوم الأيام قال من أنه سوف نصلي، هو عبد الملك الحوثي، سوف نصلي في الكعبة وسوف ننقل الكعبة إلى قم، وأنه بيكون عبد الملك الحوثي بيكون إيه هو أمير إمارة الجزيرة العربية. يعني المشروع الفارسي الإيراني اللي يتحدث عنه الأخ وهو يقول أن الآخرين مرتزقة، الأخوة في التحالف العربي عندما شعروا فقط أنه هؤلاء التهموا كل البلاد العباد، بدأوا بالجرعة وانتهوا بالالتهام البلد كاملة، فبالتالي استطاعوا أنهم يشكلوا خطر كبير جدا. طيب في هذا الصدد أسأل، يعني السيطرة على باب المندب وسيطرة على مناطق ساحلية، إلى أي مدى ربما يساعد على عدم وصول أسلحة أو دعم إيراني بما أنك تتحدث عن المشروع الفارسي؟
شوفي شوفي الآن أصبحوا محاصرين برا وبحرا وجوا، برا وبحرا وجوا. أصبحت الآن الحزام فيه حزامين. الحزام الأمني الأول اللي هو عدن والمناطق الجنوبية حتى الآن بتستمر في حضرموت، وقريبا وقريبا إن شاء الله ونستكمل هذا حتى ما فيها قوات الحليلي التي لا زالت حتى في تلك المناطق والتابعة للمخلوق المخلوع بولائها. بقية المناطق أيضا في مناطق الثروة في شبوة، واليوم عملوا تفجير كمان في مسيلة من أجل خلط الأوراق على اعتبار أنه يصادف مع التفجير اللي حصل في عدن. في الآن الحزام الأمني هذا سوف يتم استكماله. الحزام الأمني الثاني حديدة وميناء صليف، هذا الحزام الأمني الثاني اللي يبدأ من المخا باب المندب، ما فيها المخا الصليف الخوخة انتقال إلى الحديدة ومن ثم شرقا إلى تعز وإب والبيضة وإمارب والجوف. سوف يكون حزام أمني ثاني. الحزام الأمني الثالث وهو العمق اللي في صنعاء وحواليها 6 محافظات. الآن في دراسة على أساس أنه تكون هذه عبارة عن شبه جزيرة بحيث أنه تبقى فقط من عملية صعدة، وصعدة يمكن تناولها مع الحصار طبعا شبه الجزيرة، صعدة يمكن أيضا تناولها عبر الضربات القوية هي وعمران طبعا. نعم. على مدخل صنعاء. نعم. شمال الغرب. فبالتالي الآن الانتصارات التي تحققت في مأرب وتبع تلة المصريين والآن في 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 المناطق المجاورة يدل بذلك من أنه العنصر الإمداد وأيضا التسليح وحتى أيضا الإمداد البشري يصبح محصور. وبالتالي أنا في تقديري الآن في الجنوب الآن بدأوا بعملية دراسة كيفية استعادة بناء مؤسسات الدولة المدمرة من عام حتى 90 وما بعده وما بعد حرب 94 وفي الفترة الأخيرة، ويريدون أيضا أن يطبقوا ويعموا هذه التجربة بحيث أن ينتقلون أيضا مع الانتصارات التي سوف تحقق المقاومة الشعبية في تعز والمناطق التي ذكرتها، وبالتالي الانتقال إلى العمق الاستراتيجي هناك. أنا في اعتقادي المسألة مسألة وقت، وعندما أقول مسألة وقت ليس بالسهولة معناته ذلك أنه في ضعف من قبل التحالف أو في انكسارات. هناك خطة مدروسة وهناك الآن ضغط شديد جدا على الحوثي والمخلوع، وسوف يقبلون قريبا بالذهاب إلى طاولة للمحادثات السياسية. وما زال هادي يدعوهم بين الفترة والأخرى للعودة لطاولة الحوار. هناك دعوة مفتوحة، ولو لاحظت أيضا أن الرئيس هادي قد تحدث في الأمم المتحدة قبل كم يوم وبنفس النبرة اللي تحدث عنها قبل 3 سنوات واتهم إيران من أن إيران الآن أصابعها والآن قطع الدبلوماسية. نعم، وقطعت العلاقات الآن. سندخل ربما في تفاصيل جديدة. الخلاصة أنا في تقديري الآن الأهم شيء أنه هؤلاء الغزاة قد تم يعني قطع دابر الحديث عنهم. شكرا. للجنوب، وأصبحوا كل الناس الآن يكرهوهم يعتبرون غزاة في المناطق حتى اللي فيها حضرتهم الآن هم لهم كراهية، ولكن أنا أعتقد مسألة تأخذ بعدها الاجتماعي والسياسي. شكرا جزيلا لك علي المصفري المحلل السياسي اليمني، كما أشكر أيضا محمد البخيتي عضو حزب أنصار الله من صنعاء، وأشكر علي الأحمدي الناطق باسم المقاومة الشعبية الجنوبية من عدن. ولم يسعف الحظ ربما في التواصل مع أنور عشقي مدير مركز دراسات الاستراتيجية من الرياض. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة والاهتمام، والسلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيك، ما شاء الله، جزاك الله خير.